عشرات الفتيات بيعانوا من أمراض مزمنة في سجون السيسي، عشرات البنات مسجونين احتياطي لأكثر من عامين في انتهاك صارخ للقانون، عشرات البنات مخفيات قسريا لمدة طويلة. الانفوجراف اللي جاي استعرضنا مع بعض الأسماء لبعض البنات المعتقلات، وبندعو كل المشاهدين ندعمونا بأسماء من يعرفوهم من البنات المعتقلات، وسنعرضها على الفور. بيتكلموا على بنت خيرت الشاطر. بنت خيرت الشاطر بالمناسبة ما مرضتش في السجن، مرض وراثي، مرض بالوراثة. قل بما شئت في مسبتهن، فسكوتهن من خلف القضبان عن اللئيم جواب. عائشة خيرت تدهور بحالتها الصحية بعد إضرابها عن الطعام. أصيبت ابنة الشاطر بمرض خطير بنخاع وتكسير لخلايا الدم. إسراء عبد الفتاح تدهور بالحالة الصحية نتيجة إضرابها عن الطعام بسبب مطالبتها فتح تحقيق في واقعة التعذيب التي تعرضت لها. أيضا تتدهور الحالة الصحية للصحفية علياء عواد التي أجرت أكثر من 3 عمليات بالداخل مثل استئصال ورم بالرحم، وتحتاج الفتاة العشرينية لعملية أخرى بالرحم لم يتم إجراؤها لها بعد. بكت لقاضي الزور قائلة له: أرجوك أن الفتاة لم أتزوج بعد وأحتاج لعملية في الرحم. كما تسجن مهينور المصري للمرة الرابعة بعد قضائها عامين في السجن من ذي قبل على فترات، وتسجن أيضا عبير الصفتي للمرة الثالثة بعد رفضها الاستفتاء على الدستور. أيضا الصحفية آية حامد يقبل استئناف النيابة فتأمل خيرا ثم يجدد حبسها للمرة الثالثة بعد إخلاء السبيل. سجنت كصحفية لقولها رأي أغضب السيسي، وهذا ما تم أيضا مع أم زبيدة، تلك السيدة التي لم ترتكب جرما غير بحثها عن ابنتها. سجنت وعذبت فحلقت شعرها اعتراضا منها على التعذيب الممنهج بحقها. أيضا منهن من حرمنا استكمال دراستهن، المهندسة إسراء خالد. كما هناك منهن من تقبعن بالسجن ظلما وزورا مثل سارة عبد الله وعلا حسين والحجة سمية شنن المحكوم عليهن بالمؤبد. ولن ننسى طبيبة الإنسانية بسمة رفعت والأستاذة أمل عبد الفتاح ومها خليفة المحكوم عليهن بالسجن ظلما وبهتانا ل15 عاما. كما يغيب السجن فوزية الدسوقي المحكوم عليها بالسجن 10 أعوام. أما العروستان أمل وصفة وهبة فهما تقضيان حكما بالسجن لمدة 2 عامين، وسماح فتحي التي تقضي حكما بالسجن 1 عاما، والكثير منهن لا نعرفهن بعد. وينكل بهدى عبد المنعم وعلا القرضاوي ومروى مدبولي وسمية ناصف ورضوى محمد وغيرهن تم الزج بهن في زنازين انفرادية لا تواصل فيها مع أحد منذ اعتقالهن. وهناك العديد ممن هن بالداخل قد انتهت فترة حبسهن الاحتياطية. فالمثال صارخ لآية أشرف وسمية ماهر ولؤية صبري وتقوى ناصر، مصريات يراسلوننا كل حين بكلمات في أسطر قليلة يتخللها القهر والألم، ثم تأتي كلاب طيبة الشاردة لتنبح عليهن بهذه الكلمات. المسجونات بتوع الإخوان ما بيتعشوش، فسألوهم قالوا لهم انتوا عاملين اضراب عن الطعام؟ قال لك لا احنا ما بنتعشاش عشان وزننا ما يزيدش. اطفال اتولدت ورضعت واتفطمت وكبرت ومشيت على رجليها داخل السجون. اطفال عاشت طفولتها بين زيارة الاب المعتقل او الام المعتقلة او زيارة الابوين. هذا النظام الحقير لا يمر عليه يوم الا ويسخر فيه من نساء مصر وبشكل خاص من المعتقلات.